العالم سيحتاج إلى العراق كيف؟ وهناك راح تصير عدالة اجتماعية بسبب الذكاء الاصطناعي، راح تقول لي كيف؟ وستكون هناك فرص عمل أكثر من الفرص العالم التي فقدت بسبب الذكاء الاصطناعي، بس ولكن بمهارات مختلفة. العراقيين خاصة الأطفال لهم القدرة على التفكير خارج الصندوق، شجاعتهم توصل الشجاعة إلى مرحلة احنا نسميها الوكاحة، انا سميتها الوكاحة والناس ما، بس هي الوكاحة العلمية، الوكاحة التجربية، الجرأة هي الجرأة، الجرأة هي بس انا اعرفها كلمة الجرأة، بس ريت استخدم هذه حتى اقولها الطفل العراقي يقدر. بعدين الاي كيو مالته عالي، اضافة الى الارث التاريخي اللي نملكه، لانه احنا الارث التاريخي اللي هو الثورة الصناعية الصفرية، واستخدام او المساعدة العراقيين الموجودين في الخارج. عندنا شاب عراقي ملياردير عنده شركة مال سوفت وير ديفلوبمنت في دبي، استقبل الشباب اللي وصلوا إلى دبي، قال لك أنت صنع لي شباب لهم القدرة أن يتعلمون هاي المهارات، وأنا ألاقي لهم جوبز في الشركات الكبيرة العالمية، هم جالسين هنا.